جدي لي أغنية مع من كلمات محمد الشرابي وملحن محمد المغربي، أغنية مغربية شبابية، الاسم ديالها الحب الأولاني. غير إن شاء الله كاينة واحد الأغنية كنوجد لها إن شاء الله من كلمات ألحان يسرى الصمادي، واحد البنت حتى هي باقا في البداية ديالها، بنت موهوبة بزاف، غتنزل إن شاء الله في العيد. البداية ديالي كانت في يوتيوب، كنت كنعمل ديكوفر الفنانة معروفين بحال سعد المجرد، بحال حسين الجسمي، فنانة عرب، فنانة مغاربة، ومن ثم جات الشجاع ديال الناس، كلشي شجعني أنه نعمل عمل خاص بيا. فكرت فيها ولكن انا ما صراحه ماشي من الناس اللي يعجبني نشارك في ديك البرامج، يعني كنحس ان الشهره كتجي في دقيقه وتقدر تمشي عاوتاني في دقيقه، يعني ما كاينش واحد الاساس لداك الشهره، يعني خصني نعمل اغاني اللي هما ينجحوا ويصنعوا مني نجمه ان شاء الله. الاغاني العاطفيه يعني اللي لقيت فيهم يعني التفاعل اكثر ديال الناس. دابا من داك لي كوفر اللي كنت كنعمل كنشوف الاغاني اللي كيعجبوهم الناس بزاف بصوتي. اكيد انا عملت دي كوفر باللهجه العراقيه ولقيت استحسان بزاف، وعندي واحد القاعده جماهيريه اللي هي بسيطه من العراق كيتبعوني واخا انا مغربي. كان انا اتصلت به، طبعا انا كيعجبني من دائما الاعمال ديالو كاملين كيعجبوني بزاف، وكنت باغا اول عمل ديالي انه نخدمه معاه، يعني لان كيعجبني بزاف، واتصلت به وطبعا رحب بالفكره وشجعني بزاف وعجبو الصوت ديالي وخدمنا الاغنيه الحمد لله، خرج العمل كيف ما كنتمنى. العمل ان شاء الله غيكون في الصيف، غتكون شي اغنيه شبابيه طبعا ستيل بلال الافريكانو معروف، وغيكون ستيل جديد عليا، يكون كاين واحد التغيير، لان انا حتى الاغاني حتى الديكوفر اللي عملت كانوا اغاني عاطفيه، لان صوتي كيميل اكثر من هذاك الستيل، واقترح لي انهم بدلوا شويه الستيل ديال الغناء ديالي، وصراحه رحبت الفكره وكنتمنى ان شاء الله تكون اغنيه في المستوى. كاين بزاف، كاين زهير البهوي، نعمان بالعياشي، طبعا الفنان العالمي ديالنا رضوان اللي كنتمنى نخدم معاه طبعا. لا طبيعي، ولكن كنعمل صراحه واحد الوصفه مغربيه، كنعمل الحنه، انا ما كنصبغش الناس دائما كيسقسوني كيقول لي واش كتصبغ شعرك واش كتصبغ شعرك، ما كنصبغ شعري، كنعمل الحنه داكشي ديال الناس قدامي. الحنه صراحه هنديه ماشي مغربيه، الحنه ديال الهند، وكنعمل معاها اتاي ديال اليانسون، وكنخلط معاها واحد البودر ديال الاملا، وهي اللي كتعطيني هذا اللون، كاين شي بحال كولوراسيون طبيعيه للشعر. متى ستعرف كم اهواك يا املا، في يوم اكله الدنيا وما فيها، لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها.